اليوم ما عندناش حتى رؤية واضحة في علاقة بالمسألة هذية. فما اللي يقول اللي راه فما منشور مزالي اللي يعود لسنة 1981، لكن وزير الداخلية السابق لطفي إبراهيم قال راه غير موجود. وزاد الأستاذ حفيظ شقير تقول زاد اللي راه المنشور هذية بعد ما تم إصداره سنة 81 فما عريضة كي سيركولي صحوا فيها برشا مثقفين على أثرها تم إلغاء المنشور هذية. اليوم ما عندنا حتى رؤيه معناها واضحه بخصوص المساله هذيا، وقاعدين نلوجوا في جواب. ومن بين الاجوبه المطروحه قدامنا هو وجود عدد من المناشير الاخرى اللي هي تنظم فتح المقاهي والمطاعم نهارا بشهر رمضان وبيع المشروبات الكحوليه، من بينها مثلا منشور صادر سنه 1977، من بينها منشور صادر سنه 2011. وهذه توصلنا له من خلال عمل الجمعية التونسية لدفاع الحرية الفردية في علاقة بالمناشير السلبة للحرية. وقمنا من عن طريق يعني نفاذ المعلومة، مطالب نفاذ المعلومة أن نتوصلوا للأجوبة هذه. هو أولاً قرار مخالف للدستور على خاطر يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. معنا كما قلت حتى رؤية واضحة في علاقة بنص القانون ينظم المسألة هذية. ثاني حاجة هو يتعارض مع حرية الضمير المكفولة في الدستور. ثالث حاجة يتعارض مع مبدأ مدنية الدولة اللي موجود في الفصل الثاني من الدستور، واللي على أساسه من المفروض أنه تسمح أنت للمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها، ولكن يعني وتخليهم يخدموا كما يحبوا هما، معناها مش انت تفرض عليهم انهم يسكروا بالسيف معناها من متها ابوابهم خلال شهر رمضان. هو جزء الفصل الاول يعني هو فصل موروث عن دستور 59، وهو تم وضعه في اطار توافقات حصلت خلال سنه 59 في علاقه بورقيبه مع الزيتونيين وغيره. وفيها وبرقيبة يقول بعض أنه برقيبة يعني تذكي فيها شوية الصياغة متاعو باش ينجم يرضي زيتونين من شيرة ويرضي أنصاره من شيرة أخرى، وكان يعني نص يعني موضوع في سياق معين، سياق الاستقلال وغيره. في دستور 2014 الفصل الثاني اللي ينص على مدنية الدولة هو عنده معنى آخر تماما، واللي هو على أساسه يتم تنظيم العلاقات بين الأفراد وبين الدولة والأفراد على أساس قانون وضعي، لأن القانون هو اللي نظم العلاقات بين الأفراد مش نص الشرعي. على هذاك اليوم نلقى في الدستور مثلا باب كامل يتعلق بالحريات، هذا يدخل في مدنية الدولة أنه حرية الأفراد مكفولة بالدستور وبالقانون كذلك. يعني اليوم زاد مسألة فتح المقاهي والمطاعم نهارا بشهر رمضان حسب رأيي أنا إذا ما تكون يعني يتم إدارتها من خلال الفصل الثاني أساسا اللي كرس الحريات في تونس، مش على اساس الفصل الاول اللي هو فصل كما قلت موروث وتم وضعه في خلال يعني وضع وسياق معين. اي هو فما مفارقه راهي ضحك شويه في تونس، يعني هو ربي يقول معناتها الا الصوم فانا اجزي به، الدوله تقول لك لا الصوم لازمك تصوم بالسيف، فهمتني؟ دوكو المفارقه هذه انه الدوله ولات هي كأنها حامل الدين الإسلامي وتشد العصا كما نشوفه في السعودية وغيره، معناتها باش العباد بالسيف من عليها تصوم وتصلي خلال شهر رمضان. اليوم كيفاش نجموا معناتها نحاولوا نبدلوا المسألة هذه؟ هي أول حاجة إرادة سياسية، يعني الشعبوية الدينية اللي توجدت في تونس مثلا في السنوات 80 واللي تم على أثرها إصدار منشور مزاري مثلا، والشعبوية الدينية اللي نعيشوها اليوم مثلا في تونس تخليك سجين يعني خطاب سياسي مهيمن يعني يقوم اساسا على تجريم الحريه الفرديه. حريه الافطار مثلا شهر رمضان، خلال شهر رمضان هي من بين الحريات يعني الفرديه. الانسان يجب يكون غير مسلم والا ما يحبش يصوم ولا ما يحب ويحب يفطر نجم يمارس حريته الدينيه كما يحبها. في تونس الدوله تقول لك ليه لازمك بالصيف تصوم. اليوم نتصور انه هي اراده سياسيه اكثر منها يعني معناتها يعني حاجه اخرى، والمجتمع المدني نجم يقوم يعني بعدد الانشطه في هذا المجال. هو الائتلاف المدني للدفاع عن الحريات الفرديه مثلا اللي يضم 40 جمعيه عنده تو 4-5 سنين ولا اكثر شويه يشتغل على المساله هذه. كل عام نحاولوا
نطلعوا على القانون المنظم المساله هذيا ولتو ما عرفناهش بالطبيعه. زيد نحاول نعمل تحركات احتجاجيه كما كل عام، نحاول بفتح المقمتها بسماح بفتح المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان. واليوم وصلنا لنقطه فارقه نتصور انا على مستوى النشاط اللي نقوم به في اطار الائتلاف المدني هذيا، نقطه فارقه اليوم وصلنا الى انه ما نجموش عن طريق الاساليب القديمه نبدلوا المساله هذيا. اليوم قاعدين نخمم في مساله اخرى واللي تو مطروحه هي قاعدين ندرسوا فيها، هي ان نمشيو نطعنوا مباشره قدام محكمه اداريه في الغاء المناشير هذيا، يقولها المناشير الاشباح او كلكو سوخت لي سيركولير فانتوم اللي ماهيش موجوده لكن تحكم حياه المواطن اليوميه. قلنا علاش ليه؟ اليوم الائتلاف المدني عن طريق عدد الجمعيات تقوم هي بقضيه في الغاء المناشير هذه. من ناحيه نجم نعرفوها مش هي المناشير هذيا اولا، ثانيا اذا كان هي مناشير تتعارض مع الدستور نجم يتم الغائها ويتم يعني فتح المقاهي والمطاعم في شهر رمضان. هو القانون التونسي كما قلت غير واضح في مساله فتح المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان، ولذا ماهوش واضح في تجريم الافطار خلال شهر رمضان خارج يعني المقاهي والمطاعم في الشارع ولا غيره. رصدنا يعني كل عام برسك نرصدوا عدد من الانتهاكات هذيا، واللي هي تستند اساسا على فصل من المجله الجزائيه اللي هو فصل يضحك اللي هو معناها نعطيك الباتو، كل جريمه معناها ما نلقاوش حتى تكييف قانوني نرميوها في خانه الفصل هذاك اللي هو الفصل 226 المكرر من المجله الجزائيه. وحتى تاريخه كنا نرجعوا له التاريخ نتاعو كيفاش تم وضعه خلال سنه 2004، هو ما يتعلقش اساسا جمله بمساله الافطار خلال شهر رمضان. الفصل هذايا يقول لك معناها يعاقب بالسجن يعني لمده 6 اشهر كل ما يقوم باعمال تخالف النظام العام ويخل بالحياء. البوليسيه في تونس يروا ان الافطار يمس من الحياء، ونلقاوها زاد الدسكور هذا نلقاوها عند وزير الداخليه مثلا لطفي ابراهيم اللي في اجابته على السؤال الموجه من قبل النايبه هذول اللي عامناول ولد عامناول في خصوص المساله هذه قال راهو صحيح احنا نخافوا من حلال القهوه والمطاعم خاطر نخافوا رده الفعل السلبيه اللي تنجم تصير من عند المسلمين في اجابه على فتح المقاهي والمطاعم، هذا هو خايف من العمليات الارهابيه اللي تنجم تصير. قال له ما فما حتى تعليق، فما حتى تعليق بالمساله هذو مزوز، احنا نحكيو هوني على تكريس حريه الضمير، وانت تقول لي عمليات ارهابيه كوم سي هو يحب يغطيها المساله كل بالحكايه هذيك. نرجع لحكاية الفصل 226 مكرر، كل عام نرصدوا انتهاكات وعباد يتم إيقافها وسجن في حقها على أساس القانون هذايا، واللي هو فصل غير دستوري وفصل يعني يجرم مسألة يعني في تونس اون برانسيب هي غير مجرمة معناها. هو البيان نتاعنا صادر في 12 افريل 2021 واللي هو تم امضاؤه من قبل اكثر من 30 جمعيه ومنظمه، منهم جمعيه التونسيه للدفاع على الحريات الفرديه، منهم الرابطه، منهم جمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات. والبيان هذايا تعاطى مع المساله تعاطي مخالف لما هو معهود معناها من قبل الائتلاف هذايا للدفاع على الحريات الفرديه. وجهه النظر هذه اللي احنا توخيناها من خلال البيان هذايا هو انه نتعاطاو مع المساله مش فقط من ناحيه حريه الضمير لكن زاد من ناحيه التاثيرات الاقتصاديه اللي اليوم تنجم تصير على العاملين والعاملات بالمقاهي والمطاعم. علاش؟ اليوم شفناها فرصه احنا بصراحه معناتها انه الخطاب هذايا يتم تداوله من قبل المجتمع المدني لكن زاد من قبل اصحاب المقاهي والمطاعم اللي هما مالو غزمه ما مشاوش في التمشي هذايا جوسكو بو، معناها تم تصريح ظهور لي مره بركه بانه اصحاب المقاهي والمطاعم ينجموا يفتحوا ابوابهم نهارا لكن بعد ذلك تم تراجع عليه. احنا البيان نتاعنا ركز اساسا على العاملين والعاملات في المقاهي والمطاعم اللي هما حسب الروايه اللي تبناها اصحاب المقاهي والمطاعم الغرفه الوطنيه للمقاهي والمطاعم يوصلوا حتى 250 الف عامل وعامله اللي هو عدد كبير ياسر من الاشخاص، واللي هما اليوم بفعل الجائحه وتاثيراتها الاقتصاديه والاجتماعيه باش يلقاو رواحهم ماهمش يخدموا، المديرين واصحاب المقاهي والمطاعم باش يطردوا برشا منهم،
وباش يلقاو روحهم في وضعيه صعيبه برشا، خاصه في شهر رمضان. هذه اليوم المشكله اللي احنا معناتها طرقنا لها اساسا من خلال البيان هذا.